هي دازت 77 تبارك الله. تمام شبالك الثمن زياد الثمن اخي موفا ما زوين وصافي السلعة قليلة تبارك الله تبارك شحال خديت زياد الفرق؟ هو واحد 68 71 تبارك الله كيداير الصوت مليح تبارك الله تبان في الفيديو تبان انت ماشي مشكل عادي سير الفيديو تبانو مع الوجوه تبارك الله شي حاجه مرحبا سنا الحليب هذا ياك ويا السوق شويه عار ياك الخروج ما كاينش وحده كاينه السلعه كاينه موجوده والخروج ما كاينش الخروج ما كاينش التمر كاين تمام مليح التمر السبب مليح التمر على الاسعار وقلت الخروج الخروج من سبب الغلا الغلا شنو السبب ديالو؟ العيات اللي جات بها هي غادي تلقى خروج غالي يعني تكثر من جيبه ترجع بهذا كاينه صافي كسر تبقى شاد هو كاين اللي تيقول واحد الكلمه غاتنسمو السوق خير خاص السوق معمول غير خاص حيت الناس شاريين عليهم علفه واش اللي كاين هو دابا تبارك الله عليك الله يحرك الاسباب هذا الشيء راه يدخلوا داك الشيء ديال الزين هذا الشيء الزين الله تبارك الله مليح الزين بيع فيها راسه والله اه جاك الله يمين الله يحفظك تبارك الله تبارك الله باقا الناس تخرج السلعة اللهم بارك شحال اخويا دازو شحال دازو عندك اصاحبنا كل يوم باش اخاي السمان كل يوم شحال تقريبا كل يوم باش نشوف من الناس زنب هذه الثمن 47 تبارك الله 42 الله يسر هذا ديال العام ولا العام الجاي؟ لا هذا ديال العام الجاي العيد ديال العام الجاي العام الجاي ان شاء الله الله يسخرهم داز 80 خويا 80
الله يسخرك. تبارك الله. يتوكل على الله ويجيب واحد 4000 درهم. الله يسخر الله يجيب تيس. عيد. موفق إن شاء الله. تبارك الله. إخوان هنا باقا في السوق تنقربوا لكم الأثمنة. ودابا الناس اللي خرج راسي يسولوا على الثمن بس تعرفوا الناس بشحال تخرج اليوم وشحال تعيد. تبارك الله عليكم. الناس راه داخله اليوم الى السري حولية العيد راه بداو تيدخلوا الناس. تبارك الله عليكم الله يحييكم. وتبعوا معنا الفيديو وفرجه ممتعه. تبارك الله تبارك الله. هل دازو خويا؟ شحال دازو؟ 72. تبارك الله الله يسخر الله يجيك. تبارك الله. تبارك الله تبارك الله. 72. تبارك الله الاخوان داز في 72. كما قلنا لكم الاخوان الثمن راه بدا ينقص بدا يتراجع من هذا السوق هذا. تبارك الله تبارك الله. 72. الله يسخر الله يجيب تيس.